الجديد إلى السميان ما لقى ما لا يسكره يا دم الجديد وابو وما عارف فيري دم وديك سوما جديد ديك عصب ولا دادي هاي أو كول ديك عصب ولا دادي هاي هو أيك سومي وين سومي هاي يان أنا قلنا وين سنافيا أنا ربان أو متكلة تدو أو مقابيا لاي كانان وان صوت السميع انت ايضاد قارجية والإله قودهان دادك الصومالي هذا دان ويوغي قودهان دادك الصومالي هذا دان ويوغي مفهد واي وحانكو يدينا يا يوسفو ملحوينا الصومالي وحو ربا إنو دو سمرهب سالك ديكتو لكن هادا وحو ربا إنو دو ميلي غادا بولا برده أو قول كهيران كاترسان ماركيس نمانكي حوالان وحي ليهيم معوز ليدا هنو إمانين محايا لي بلامات فربضان بان نلقشي وانواغا بحضي محاس وحانكو بلان يهوب إيو إنا نسينيسي شباب عان لدقا لماينو وانواغا بحضي ورجال لخصي دا آكوبنا لطي حتى هل عيل أمادن قودي وغاسكي أيا بلان لقشي حوالان وغاس خليف بلانتي واكا بحضي مركا أنناغا هنوسو ديني تاريين منو إمان كرتيد بولا برد أيام دجال كهجة أبو تاجي حسن الشيخ محمود محاك كدي لهيد طيب أردت كم حاله أردت تصور أردت رجع صومالي وكم هايان ميا يا دجال عيدا كل بابي ورعازن استعمال برا غير يا برجدينا نك نيجو إن كل شقة يستي أو مشين كديك تاكل شقة يستي أو إسكتوري يعني نك اللي راه ده تيجي شقة ديك تجمع أو مرسلة وما ده ما ده دعري نكل ليه هذا دنا عروس جكدي نوسك توري حوالنا نوصل يوس كره وربيع حوالنا وحور ربيع إنه يوس كره لكن حمقال لو يجي نوصل يوس كره ما يوس كره كريه صنعت تاع ويسي قانون يسكو بيل بيكسو كره وماشو كي يميلي ما كأسر تجري ماش الدو حتى بولا برتة من تكلم حتى قبل بوابة حرارة سنتها بولا برتة بولا برتة وحرارة سنتها طبعا شن كيلومتر شباب أو فديا بوك قصاري ما شأنك اللي يرادو يو ولا وين تكن على الروك أنا هو تكشف بعد جرايس. وين؟ مركم حالك. مدح وينا مركم حلو ما شاء ربائن ودقو بقول برد قبل كهيران دمت أولي محيطة ما إنه وناك وجيع مس إنه خيانو. ما يكرفي. دمت محيطة. هذا ما هذا سايان ما شاء جو مركم حلو ربائن وكرايوها طبعا. طبعا سايان بقى ما شاء جو قوي مس ياسس كوه سايان ما واحد كلا تيس كوه سايان. ربيع ماشي إنه تجو باوت مدعوينا قلبي يسوي اللي يراه وحلا يوحي أو مشينا يو درانس يو وح جبهة هالكرة وماشي جيستو حد يقول مدعوينا أو تجو كديمنا بس حوال صوتي تاي حسن شباب بولا شقيه مبنى حوالنا شاو سكعلي مركو وعو ربيع إنك اللي يراه إنه هو أساسي مبنى كوفر أصا هادتكم مدعوينا كل مشغولان وح كستل سوق اللي يبرك مفهد قاري مدعوينا وكود قاني هالطليع إلى مدى قاري وكود قاني هالماشي عن مري وباور كوباي سنو وإذا قرح صعدا ماشي عودقو ويلاغو أرين باكد داعي يعني حمر بان تقيي مفهد كدي من اللي قولوا ماشي مفهد حسن لكن لو سمرهب إنو الدقو الربيت لو سمرهب أيان دقال كو قامينا ويلا هذا كهر هذا ماشي أسعلي محاب لو سمرهب كعلي هذا بولا برد محور با لو سمرهب بس دوارهم سو نمكي أو نكلي رادو سو هاجي براي كمان دو أو نكلي رادو سو بس أمره سو تو سو جوا بس أمره أو عيدا الكثاري مش واقي ملتهي الكثاري واقي نكلي رادو قرآن جدي كو قرآن وقرآن جدي كو جفاي نكلي رادو بيش عبر قدر عاد يا عمارو يا حليب يا حجر إنك اللي يرادو إنك اللي يرادو حين دارا بلايو دواتي إذا كوكو دبحيني حرا دارا يا هفيو غات اللي سوكتك يا عاد هذا اللي سوكي يا انت كسيقيا ساكسيقيا هاد مركو هرا بلايو ينفل كيو غالا يريو كوكال غشانو كسو بعض ذلك أين عيدا كيسو دورا مركا يعني واعو ربيو بروبالين جوكتا مفهد مت خوف وعاجر ترى ده كورن كارض له وعاجر ده حمان طاي قبض تصال نبى سجار قبته ما فا نبى عشيش عبو عشيش وقبته نبى جاتك هذا صعب لنا مسؤول تجي ما فا مركا حسن شيخ حدا ويل صومالي قديم هاي وصل ماله يعني كل ما ينديك ده هاي وما بح وصوت عصوت بلبرتون مركا حوالي محمد أنا يوديني ما أنا دوديني ما أنا سبتي يقدر لا وقدم بينتي تليفون كذا وده السؤال بنكو يدينا يا أو كم دم بيسا دقيقة ده وقدم بيسا سؤال شيء ده واحد تاي
أديك يوسف آه نن على جافات هاي وهوية أو هرابة أسكرين وصلنا قط الدولة دي عبد الله يسوع كتر صلاة هدي ما أنت حسن شير محمود وكريادو دجال صقل ماركة يسوع إسراع عينا علنا رام حرينا عينا مراع إلى أديك ما أمين له ما حتى عاد أنا جالس كده نن على جاف وقرأي ما حسن ويجي ما الشباب كان لبدي رمان وقرأ حدان حسن شيخ راع ما شباب كلا دير رياض أنا حسن شيخ وأنا هاي حسن شيخ يا بتكل الدوق هاي وشباب حبين كي أودي إنتان ولا شقيستان وسكديل إنك اللي هذا قليه سيا قليه سيا ملا أو دقيا يا نورخ أو قصي بعد بوكسي جامعة بعد بوكبحية وأجي هاي أنا جو مركا وأنا أجي هاي أنا جو من هوية أبقى على وعسلا على جافة أروس هان مفا وهر حاله مفا عبد الله برواص والله ما ركننه أنا قل أنا جي عبد الله بيان لأنه وعلي قفارنا مفا وأنا أقول إن خيانة دودي مركا هنا عندك ودي جناهم بان حق ولا مفا أنا جو إحنا ما يالي كرو من هم مثلا غضب وخيالي كرتو راعي ما يعني حدي إلكل حدي اللي يرادو حسن شيخ صوت ظاهرة راعي مثلا توا شباب شيل شباب وراعي حسن شيخ لو كدله يا أوقف بقل دولار دولار حسن شيخ كدله إيه ده كلا جو إخران تحليل بودي إنه كرسي كصاق كرا نك ده تودي له ميانة كي دافع ما هي ما جرت هرا نوا قنانو نك أنا هو كراني وهاي علي مهدي محمد هو كراني وها علي مهدي عيد ويجي حمر الدنيا سواه ما هي قال كفر تبى هذا هل كل هذا المليون هوية ده كدي لايق وسوم هي ده كاسوكم عاش جرد عقوله ونك اللي راد على قرل عيد نقرل أو سقدر قادي جرد والجي اللي أفرجابلو على إرادة كوا دي كده كجوا كده إنجابه وسبب دري كده بنا وحنا قدي ده من وين على قدي ده كخبرنا من وين كده أنا قلنا وعاد اللي بعد ما رغى على الله حكى كده ما بغش حسن شيخ من علي جاف ويسو جرب استاجو ده قالوا هريمة من احتوي على سيف فديان نقول سوري ده اللي والله وريا مع وسلا صامر ده ويديا مع وسلا علي جاف ما ركت ما جفت الجافنا وعسر نمك أقول تعرف بعدنا سامر ذو إتقال نمك أقول برمودا ننوع يتجر ولي قال الله ما شاء الله يجوجر على الجاف برمودا يجوجر مفهوم وأني منك برت على شدة هذا الشيخ راعي ويجيون شبابي ويقول يا أوران ميل ميجا نكسان تي دكدي ما يقويش كي جي كرابي دكدي ما نين كان شباب كون ندير يا نغرافي كله أسكت تو وطاع ندير يسي كله الله لعج مو مكسوسي يا كسوق هذا لعج كله نقول على شكل مركا ربو ياكل وايا صومال قول باو رجايا يا حسن شيخنا نينك دبا جوغا وانين على الدير لجو نينك حسن شيخ دبا جو نينك حسن شيخ امننا وانين ما هتكرت يا امين ورافا سيكس طبعا نينك تازو هداي بان نغطانا اني قا مسؤول خنغا حسن شيخ هدود هدود دولان يق هدود دولان قادو ام ملايين خسور ديما او سن ماشي سكو صلاب ولكن يجب ان يكون هناك من 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 هذا هي بالش هذا الجوع أفكيس بورت اللي بقى وري الجوع مركيا وعدت كل عيا ورسول ماريد وحنا لا حظ الجوع سكوا الله إن تشع على سون نخذ دولة نما حلا يقل يلا نكل ليرا نكر أنا سيو طالها دو بوري بورت تجو حوالا وحاب الله نينو كلفه وكلف فورا سوى هبر قديم كلف فورا وك وكل الداتش أو جهارات دو قديك أو ما تعان رو قديك وحوالا نو قديك ربيع قول ما سماريد رجع أدي أدو ما سيا يوسف ودني أيوه ها أو ما أركي سمعنيه أنك ورئيسنا إن ماشوا وجورا يمدحوينا الصومالية وهاتن أه بول برد قبل كهيران مدحوينا حسن الشيخ محمود أيا قرشيستي إن جورتان كيسير لو سمرب ووريج قبل كهيران دنت أولي يا الحوي إن حوادل ما أركي س نبرك وجبي وحبق قرين ميني سياسة داسو وجوريا مدحوينا الصومالية ماشنا وجوس عدا ماركي سيحوال له دي سورده ويسانا يان يغي اطالا يا دي سورده ويسانا ينين شيغيس بينو لانا لكن حسن حوي قبل كهيران هرشابه اللي انو كسو دارو اسلامر كاسنا علي قودلاوي او خارجيو صدن جير صدن مليون وطا انو مدحوينا او قردigo كدبنا شيخ شريف شاد احمد انو كدلو ايو دوليا حسن شيخ محمود
وهي هاي ماركيس معنيه يوسف أي مارك لنا صو عي أو يوسف كلابات ونسوي دونا إن شاء الله تعالى أنت قفك ماركيس استوري يح وكسو قلي دونه الضد وإناس عطاء ماركيس ضدك رأي جودة وأني لو ذا غينا النجوم منهن أناني أما الدكتاتور منهن وحرنا إن ضد أن وذاجنه وحي ماركيس ضدك أي قبان فكر ده هو ده ماركيس هدي بنتلان لقى حد لايو هدي لقى حد لايو أوك هذه لقاح الله يوم ماركيس استيت كميلان ودولان لقولي هاي حسن شيخ محمود ودوني إذا ماذا قرن كإنه الله يو سركالك هذا للشرقالي وماركيس إكس كنترول حالي طالي لقولي لي وقول الشيء دك مدى الدافات استيت كميلان سلامرك أنا حسن درات ودلعات كسوسية قل مدوك ماركيس معنيه هل كاسي عيانو كاسي ودي دونا ولا ألبا قد كجرة دو قد كيسو في عيا كاني سانسي دونا هذه قد كيسو حيانا وكبت بينا لو السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا هذا لكم السلام يا هذه يا ربك يا شباب ما فهمتي سلام الله معنا هذا لو صومالي وحوى ربي بايع يا كتاجن بلايا انا مروى البصومة وحا اسو هو يوادد كان وياها لبك جيران وحوى هذا مروى البلدور تو صومالي قلقل أي جلسة دانك السياسة دانك الدقالها مير والبطيب أي كتاجن ما فهمتين إنك سوها دمانت السيد الشيء اللي نمتع أي سنربين إن دولة إن أي قد أي سنمانت أي ودان أي سنربين أي ربان أو كلية شبه لدهوس يو ديل إي مرفل إن أي كدل وريكتان سياسة دودة دمب إن تاس ليتهاي تاسنا وحوى سمع الدرق وحقوطا يقول لي من بقين مروال بقى نمانكا او نوع سوكالين الدورتان اد يادين وقوك الدينيين وحان القرون ايه هاد دكدب كتشتان ايه ساد قرقو بفيفس لانه ديبان تشيلي بكلاسينا بفيفس بريتو لنا عايكي شلماتكي لسي يكبب بقول جيبان عجال قاعدنا كنت كيدا غلا دا حي مروال بقى ما مضح اي ميل كان نقضان صومالي او نقضان بقى waxaa loo baahan yahay markuu ugu horeeyo madaxweynaha dalka waa Xasan Sheekh si kastaba ha ku yimaado maadaama madaxweynuhu uu yahay waxa aad u fiican talaabooyinka uu qaadayo inay noqdaan talaabo madaxweynenimo mudan tusaale hadda markaan soo qaado waxaan maqlayay inaad ka sheekeynaysid qolo oo meel haysata oo la doonayo meesha in laga kaciyo taas waxay u baahan tahay madaxweynaha marka uu horeeyo inuu isaga is eego sifaha uu leeyahay marka uu qiimeeyo iyo kalsoonida lagu ay ku qabaan shacabka marka uu qiimeeyo ayuu talaabooyin uu qaadi karaa oo ma arkta guriyaha dawladda ama boosaskii dawladda inuu dadka ka kaciyo hadda waxa ay ugu hor imaanayaan dadka arintaas madaxweynaha uu wado ama dad asaga ku dhadhow ay wadaan waxay tahay waxa la arkay meelal badan oo ay dawladda leedahay oo dadkii deganaa laga qaaday kadibna la iibgeeyay oo ganacsato laga iibsaday ama nimeen siyaasiyiin ay degeen oo guri ay ka dhisteen taasi marna ma suurtagelaysa in qabiilo meel degan in la yiraahdo waa la idinka qaadayaa oo ma aragtaa dawladda la wareegayso oo haddana ficiladii hore u dhacay mid la mid ah lagu sameeyo taasi xilligan hadda Soomaaliya ay ku jirto horta suurtagal ma aha madaxweynaha arintaas inuu qiimeeyo waa muhiim hadii uu san dad ka qasbeyn waa hal qodob aan ka hadlayo qodobka labaad waxay tahay madaxweynaha waxa tiri qorshe uu ka wada meesha la yiraahdo mudug oo rabo inuu ku khalqal geliyo maamulka Puntland runtii arintaas waa arin ku adag madaxweynaha haduu nin wax kartiye sababtoo ah gobolka mudug in yar ayaa habiye ka degan inta badan daarooda ka degan daaroodkana waxay habiyaha kaga horeeyaan dhanka amniga
iyo dhanka horumarinta dhaqaalaha sida aan ognahay hay'adaha hadda mudug degan boqolkiiba sideetan waxay degan yihiin dhinaca cadaaroodka ay degan yihiin bisababi amniga lagu soo jiitay waa lala shaqeeyey waxaa la tusay in dhulku uu yahay dhul ay ka shaqeyn karaan oo habiyaha qaarkiis ayaa u shaqo taga dhinaca cadaarood taasna waa caqliga oo maaragtaa bulshada xiriirkeeda lagu kasbaday ka mid tahay midda kale garoonka diyaaradaha hadda ku yaala ee mudug wuxuu ka dhisan yahay dhinaca daaroodu ku dhisan yahay magaca loo baxshana waa magaca madaxweynihii oo beesha majaritaanka soo jeeday cabdulaahi yuusuf waxaasoo dhan waxay muujinaysaa milkiyadda mudug boqolkiiba sideetan in daarood uu gacanta ku hayo maadaama gacanta ay ku hayaan madaxweynaha way ku adkaanaysaa in meeshaas uu maaragtaa ama siyaasad ahaan ama gacanqaadba ha noqoto inuu kugula dagaalo daarood qodobkayga saddexaad wuxuu noqonayaa waxaan maqlayay somaliland inay qorsheynayso dagaal labaad inay kusoo qaado gobolka sool horta somaliland laba arin way ku qasbaysaa inay mar labaad dagaal soo qaadaan arinta koowaad waxay tahay somaliland inta ay sool haysatay heshiisyo badan ay gashay kuwa qarsoodi ah iyo kuwa la ogaaday oo dhinaca resourceska ah oo goboladan sool iyo dariskiisa ku yaala si ay maaragtaa resourceskaas heshiisyada ay la gashay ay gacanta mar labaad dib ugu soo celin lahayd waa suurtagal inay dagaal soo qaado midda kale oo ku qasbaysa inay dagaalku soo qaado sool waxay tahay haddii sidaan sool ay ku dayso waxaa xoogeysanaya gobolada kale oo doonaya inay somaliland ka go-aan sida sool oo kale ayaa iyagana maaragtaa dhiirigelin ka helaya marka labadaas arinba somaliland way ku qasban yihiin inay dagaal kusoo qaadaan markii aan fiirina marka dhanka awoodda ma awoodi karaan inay meesha dib u qabsadaan markaan eegno runtii qiimeynta marka aan sameeyey somaliland suurtagal ma aha inay sool dib u qabsato waxaa u diidaya number ko waxaa u diidaya maanta dhulbahante iyo qabaa'ilada kale la dega saddexda gobol s s c way midaysan yihiin waxayna ka midaysan yihiin in somaliland ay iska difaacaan number one inay maamul dhistaan number two in maaragtaa muxuu ahaaye aan dib dambe maamul iyaga ay hoostagaan aysan maaragtaa ay ku fikirin waxay keenaysaa marka mintidnimo ah inay isdifaacaan midda kale reer s s c shalay markii ay somaliland la dagaalayeen qiimeyn ahaan hubkoodu wuxuu ahaa hub maaragtaa oo hadda oo sufficient aan ahayn oo heer in puntland lagu soo gurmado ay gaareen hadda laakiin sida aan ku warhayno waxay gateen gabaari badan oo kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar ah oo qoryaha waaweyn iyo qoryaha yaryarba ay saaran yihiin iyo saaneed military oo aada u tiro badan inta hadda dagaalada ay joogsadeen waxay boqolkii boqolba xoog ay saarayeen inay dib isaga dhisaan dhinaca saaneedda militariga iyo hubabka kale ay u baahan yihiin oo suurtagalka ah inay isku difaacaan way ogaayeen in somaliland aysan quursanayn ay soo noqon doonto aniga waxaan aaminsanahay marka somaliland hadda haday soo noqoto in jabkii hore jabka xun uu ku dhici doono majaritaanna maadaama hadda uu kasoo tegay awood maaragtaa u baahatay puntland darteeda usoo tegay uma soo tegin khilaaf isaga iyo s s c ka dhex jira daroodka maanta runtii midnimadooda aada bay u sareysaa waxa keenayna waxay tahay markii la yidhi waxaan samaynaynaa ururkii irir somaaliland samaynaynaa taas waxay dhashay in daarood meel alla meeshuu joogo uu ku midoobo siyaasad ahaan awood ahaan dhaqaale ahaan ayagaa ka faa'iiday daaroodaa ka faa'iiday dhabaaqaas oo kasoo yeeri irir somaali marka qodobka afraad aan u gudbo waxaa tiri madaxweynaha wuxuu soo degayaa buuliburte sida hadda aniga aan maqlay qorshihiisuna waxay tahay in mar labaad wejiga labaad dagaalka oo gobolada dhexe meesha laga maamulo iyo qorshooyin kaleo asaga u qarsan runtii